إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التكافل الاجتماعي. شريعة الله عز وجل شريعة ضابطة لحركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. هذه الشريعة التي مصدرها الوحي كتاباً وسنةً، قال ربنا عز وجل في سورة الجاثية في الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال في سورة الجن في الآيتين الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالشريعة إذن تضبط حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة، وتحقق له السعادة في دار الدنيا تمهيداً للسعادة الأبدية في دار القرار. الشريعة ترعانا من البطن إلى البطن، الشريعة ترعانا من بطن الأم إلى بطن الأرض. هناك أحكام شرعية تقررت في حق الجنين في بطن أمه رعاية له، وحينما يأتي إلى هذه الدنيا وليداً ترعاه الشريعة في جميع المجالات، في المجال الأسري، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في جميع المجالات إلى أن يموت. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقن الشخص الذي يصل مرحلة الاحتضار، لحظات سكرات الموت التي تنتظرنا جميعاً، مصداقاً لقوله تعالى: ولكل أجل كتاب. وبعد ذلك تقررت جملة من الحقوق لهذا الميت: يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن، ندعو له، نعزي أهله. جملة من الحقوق تقررت لهذا الميت، ولو قدر الله أن يظهر عظم من عظام الميت ولو بعد سنوات أو قرون، فهذه العظام لها حرمة، لها كرامة،
ترافق الإنسان منذ خلقه جنينا إلى يوم القيامة، مصداقا لقوله تعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته، فلو ظهر عظم لميت ولو بعد فترة طويلة لا يجوز العدوان عليه، لا يجوز كسره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً، والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن كرامة الإنسان في آدميته ترافقه طول حياته، والشريعة لم تتخلى عنا، وذكرنا الله عز وجل في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طاعاتنا، جهودنا، أعمالنا لا تضيع، على أن تكون مخلصة لله، خالصة لله، كما قال ربنا في سورة الأنعام الآية 162 من سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتأكد هذا المعنى في سورة الكهف في آخر آية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسيسمع أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الجنة قول الله عز وجل في الجنة وقبل ذلك في الدنيا: فنعم أجر العاملين، كما في سورة الزمر. هذه الشريعة إذن ضبطت حركة حياتنا ودعتنا وأرشدتنا إلى تمثل قيمة عليا في حياتنا، وهي قيمة التكافل الاجتماعي على عدة مستويات. المستوى الأول على مستوى الأسرة، فالأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع، وإذا كانت هذه الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع كذلك، وإذا كانت هذه الأسرة ممزقة مشردة ضعيفة كان المجتمع كذلك، لأن المجتمع يتشكل من مجموع الأسر. لذلك جاءت النصوص تترى في القرآن والسنة تؤكد على ضرورة تحقيق التكافل بدءاً من لحظة إبرام العقد الذي سماه الله عز وجل في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. تتأسس الأسرة بهذا الميثاق، وما ذكرت كلمة الميثاق في القرآن إلا في موضعين: ذكرت في موضع الزواج وتأسيس الأسرة، وذكرت في موضع النبوة، هذا المقام السامق تقديراً لشرف المقام. ربنا عز وجل ذكر هذا الوصف الجليل الجميل الميثاق، وقال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله عز وجل في سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويمنع الأذى ويمنع الضرر بجميع ألوانه، ذلك ما أكده الله في سورة البقرة في الآية 231: لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. إذن أحاديث تترى وآيات تترى تؤكد على ضرورة تحقيق هذا التكافل بين الزوجين وبين الأصول وبين الفروع، بين الوالدين والأولاد، كل ذلك مقرر مفصل في الكتاب والسنة. المستوى الثاني على مستوى الحي، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى الحومة، فالشريعة تعطي قيمة كبيرة للحومة، للحي، كما تعطي قيمة كبيرة للأمة. فالشريعة تجمع بين الحومة والأمة بحكم الانتماء إلى القرية أو الحي، الحومة، المجتمع، كل هذه الانتماءات تحقق وترتب التزامات. لابد أن يتحقق التكافل أيضاً على مستوى الحي، على مستوى المدينة، على مستوى القرية، بين الجيران. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا التكافل مطلوب، خاصة في السنين العجاف، خاصة في ظروف الوباء كما نحيا نحن الآن، يعني منذ شهور كثيرة ولا نزال نعاني من هذا الوباء الذي لا يقدر على إزالته إلا الله جل جلاله. وقد رفع العلماء في الدنيا أيديهم اعترافا بأن هذا الفيروس قادر على أن يزلزل حياة الناس، وقد زلزلت حياتنا، زلزلت نفوسنا، زلزل اقتصادنا عبر العالم. مهما اجتهد الخبراء والبيولوجيون والأطباء، ولكن صدق الله إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا لا يمنعنا من بذل الاحتياطات اللازمة، من بذل الجهود العلمية والاجتهادات المخبرية المطلوبة، نجتهد في تحقيق ما نستطيع ليحقق الله لنا ما لا نستطيع. فإذا قمنا بذلك برأنا ذممنا أمام الله، وهو قادر على أن يرفع هذا الوباء وسائر الأوبئة عن البشرية قاطبة بأمر منه، كما في سورة ياسين في الآية 82 حيث يقول ربنا جل جلاله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. المستوى الثالث هو مستوى المجتمع بشكل عام، على امتداده وعلى تشعبه وعلى اختلاف عشائره وقبائله وأحيائه وقرى ومدن. فهذا المجتمع الذي تشكل من مجموع الأسر، ومرنا شرعا أن نحقق مقتضيات الانتماء إلى مجتمعنا، إلى وطننا، من خلال تمثلنا لهذه القيمة العالية، قيمة التكافل الاجتماعي بجميع صور هذه القيمة: التكافل في مجال مساعدة المرضى، مساعدة الفقراء والأرامل واليتامى، والإصلاح بين الناس، وبناء المساجد، والإسهام في التنمية، وكل ذلك يدخل في باب التكافل بمفهوم هذا التكافل العام. فله مفهوم شامل يستغرق جميع المجالات بلا استثناء.
نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذا الحديث يعلمنا عبادة اجتماعية، يقول في ذلك علماء الشريعة: العمل المتعدي النفع مقدم على العمل القاصر النفع. عباداتنا، صيامنا، صلاتنا تنفعنا بيقين، وآثارها تتعدى إلى الغير بيقين، ولكن الأعمال الخيرية التي أمرنا بتحقيقها كما في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في سورة المائدة الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى. وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ربنا في سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. أمر بالمسارعة بالاستباق. وتكررت هذه الآية في سورة المائدة الآية 48، ربنا يقول: فاستبقوا الخيرات. إذن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعونا إلى ضرورة تحقيق هذا التكافل في مجتمعنا بجميع صور التكافل. ويأتي المستوى الرابع وهو مستوى الأمة. نحن صحيح ننتمي إلى حومة، ننتمي إلى مجتمع، ننتمي إلى قبيلة، إلى عشيرة، وكل ذلك معتبر شرعاً، ولكن أيضاً ننتمي إلى وطن وننتمي إلى أمة. ربنا جذر مفهوم الأمة فينا في آيات كثيرة لا نحصيها لكثرتها، منها ما قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وأن قراءتان، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تجذر فينا مفهوم الأمة، فنعمل بقدر المستطاع إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في تحقيق هذا التكافل على مستوى الأمة الإسلامية بحكم انتمائنا إليها. ويأتي المستوى الأخير على مستوى الإنسانية، فنحن أيضا ننتمي إلى الأسرة البشرية، والأدلة كثيرة منها ما قال ربنا في سورة الحجرات في الآية 10 وفي الآية 13. في الآية 10 ربنا يقول: إنما المؤمنون إخوة. وفي الآية 13 ربنا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا أمرنا بالتعارف لا التناكر، بالتعاون لا التصادم. ربنا علمنا بأن الأصل المشترك بيننا وبين الإنسانية هو ذلك الأصل الأصيل الذي أشار إليه القرآن في سورة النساء في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة. هذا هو الأصل المشترك، وتأكد هذا المعنى في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا اجتهدنا في تحقيق هذا التكافل في مجتمعنا فقد حققنا معاني الرحمة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وإذا حققنا معاني الرحمة في وجودنا سينظر الله إلينا بعين الرحمة، وإذا نظر إلينا بعين الرحمة سيغير
ما بحالنا ما بواقعنا إلى أحسن حال، مصداقا لقوله تعالى في الآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.